بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم بلقاء سؤال وجواب الخاص بالمحاضرة 76. ونبدأ مباشرة بعرض الأسئلة. السؤال الأول، طبعا كان من ضمن الواجبات السؤال شبيه بالسؤال هذا، وكان موجود فيه اللي هو الإكس الحمراء هاي. وطبعا أكثر من طالب تسأل إيش قصدنا بالإكس هاي، لشو بنستخدمها. نوضح الكلام كالتالي. أولا، إكس هاي اسمها don't care، سميها don't care value، والdon't care value معناته ممكن استخدمها كواحد او كصفر، انما هي في حد ذاتها مش مهمة، بس انا فقط فاستخدمها لتساعدني عشان اكبر حجم المجموعة. يعني مثال في الحالة هاي، احنا عايزين نطلع مثلا اللي هو الـ SOB most minimized SOB form، فاحنا هنا بنعتبرها انها وحدات. ما دام اعتبرناها وحدات، يبقى اول شيء انا مقدر استفيد من الكلام هذا بان انا اخذ الاربع من الاربع هذول عشان اكبر المجموعه ويصيروا 8، اساس يطلع عندي ايش ترم. يعني الترم يكون من فاريبل واحد، مش هذا هو الهدف من المينيمايزيشن؟ انه احنا هنا اولا نقلل عدد المجموعات، بالاضافه الى انه احنا نكبر المجموعه قدر المستطاع عشان نقلل عدد الفاريبل في الترم الواحد. الكلام طبعا حكيناه بالتفصيل في المحاضره. فبالتالي انا اعتبرت الاكسات هنا الدون كير عدد وحدات، فهنا استفدت منهم واقدر اخذ الجروبينج الثمانية. الشيء الثاني نفس الشيء، ان اثنين الوحدات اللي هنا بدل ما اخذهم لحالهم ولا باخذ الاربع زيك، لا باخذ برضو الثمانية، لانه تعملت هنا انه الاكسات وكانهم وحدات، واضح هنا. فبالتالي انا ممكن اعملهم جروبينج 8 وحدات. الشيء الثالث، طبعا لاحظ الواحد اللي هان نفس الشيء، انا بقدر اخده زي هيك، هاي الواحد اللي هان مع الواحد اللي هان مع الواحد اللي من الاكس هاد اعتبرتها واحد مع الواحد اللي هان. طبعا هذا بيفرق معنا في المينيمايزيشن. لو عايزين احنا نجيب التيرم لكل جروب او مجموعة، طبعا لاحظ ان احنا خدنا لما يطلع هيك كلهم بيلغوا بعض، لما نطلع هيك حنلاقي A B و A B بار، فالبي بتروح مع البي بار بصفي عندنا الـ A، فهذا صفت عندنا A. لو بدنا ناخذ المجموعة الثانية هنا هيك، طب لو طلعنا هنا A بار B بار A بار B و A B و A B بار كلهم بيلغن بعض، لكن لما نطلع اللي هو بشكل عمودي زي هيك حنلاقي C D و C D بار، فصارت الـ D مع الـ D بار بروح مع بعض يصفي عندنا مين؟ الـ C. واخر شيء عندنا المجموعة الثالثة اللي احنا شايفينها هذه، كيف حنجيبها؟ لما نطلع احنا هيك هنشوف سي دي بار، ونطلع هيك هنشوف سي بار دي بار، يعني ايش حيصفي عنا؟ السي بار مع السي بيروحوا بصفي عنا الدي بار. ولما نطلع بشكل افقي حنلاقي اي بي بار، وحنلاقي هنا اي بار بي بار، وهنا اي بي بار، فالاي بتروح مع الاي بار وبصفي عنا البي بار، فحيصفي عنا هنا بي بار زائد اللي هو دي بار زي ما احنا موضحين هنا. وبالتالي النتاج النهائي اللي هو النتيجة النهائية حتساوي عند A زائد C زائد اللي هي B في الدي بار زي ما احنا شايفين. الآن لاحظ هنا، لو انا عايز اطلع الآن الموست مينيمايز بي واس، احنا طبعا هيك ما طلعنا موست مينيمايز اس او بي، لو عايزين نطلع موست مينيمايز بي واس طبعا لازم نتعامل مع الاصفار. طب مين هم الاصفار اللي هم حيكونوا في الحالة هذه؟ اللي هم الاماكن اللي مش وحدات، لاحظها، وبتمن الدونت كير زي ما هم. بس طبعا حنغير هان هذه، بس بتبطل تصير سي بار دي بار، هذا حتصير سي زائد دي، هذا حتصير سي زائد دي بار، هذا حتصير سي بار زائد دي بار، هذا حتصير سي بار زائد دي زي ما اخذنا. والكلام هذا طبعا احنا رسمينه، هاي نفس مكان الدونكير، بس لاحظ انا ايش حطيت هنا اللي هو الثلاث اصفار. الان شو هعمل؟ حستعمل الان، ولاحظ كيف عدلنا احنا القيم اللي هان، يعني مش كاس او بي لا بي او اس، هذا اريح لنا بالشغل. الان حتعامل انه هذه الاكسز اللي هم الدون كير حتعامل وكانهم اصفار. اذا تعاملت وكانهم اصفار بتفرق معي كالتالي، بان انا بقدر اخذ هذه كلها هيك كمجموعه، صح؟ يعني بدل ما اخذ الصفرين مع بعض، لا صرت اخذ الاربعه مع بعض، هيك انا طبعا بصير مينيمايزيشن اكثر عندي. وطبعا اللي احنا ما فيش بديل عنه اللي هو ايش اللي احنا ناخذه هان، هنا هنا عشان نوضح الصورة. فالفكرة هان بأننا في الحالة هذه استخدمتهم كوحدات واستفدت منهم، في الحالة استخدمتهم كأصفار واستفدت منهم. طبعا احنا هنشوف مع بعض في مشروع السيفن سيجمنت ديسبلاي وين الدونت كير، ومتى بيطلع معانا الدونت كير، هنشوفه مع بعض. احنا بس خلينا نتعلم بالأول كيف ممكن نستفيد منه. وهنا نفس الشيء هناخد طبعا الجروبينج لهي، لما نطلع هيك هنلاقي سي زائد دي بار، ولما نطلع هيك بنلاحظ مين اللي بروحوا مع بعض اللي هم البي مع البي بار، فصفي عندنا هنا A زائد C زائد دي بار، هذا اللي هو الترم الأول،
الترم الثاني اللي حيطلع هنا حين سي زائد دي وسي زائد دي بار، دي بار مع دي بي بروحهم بصفي عندنا السي، وهنا الاي مع الاي بار بتروح بصفي عندنا البي بار، فهيصفي عندنا بي بار زائد سي زي ما احنا شايفين. وفي الاخر الموست مونوماز بي او اس اللي هو طبعا اللي هو زي ما انت شايف اي زائد سي دي بار زائد دي بار كلها مضروبه في البي بار، لانه هذا اسمها ايه برودكت اوف سم، هذه سم اوف برودكت. فهنا وضحنا بانه ليش الدنكير وين بنستخدمهم، ممكن نتعامل معهم كصفر اذا بلزمونا، ممكن نتعامل معهم كواحد اذا بلزمونا، انما هم في حد ذاته ما لهم مش معنى. ما حدش يعني يجي هان ويقول ليش ما اخذنا هذا جروب، لانه انا مش معني فيهم بالاساس، هم فقط مساعدين مش عنصر رئيسي. يعني مثال، في المثال اللي هنا ما حدش يجي يقول طب ممكن ناخذ هذول زي هيك مع بعض، طب انا شو بدي فيهم اساسا؟ يعني فاهمين كيف؟ هم فقط انا بستخدمهم كمساعدين عشان يكبروا لي المجموعات اللي هي تحتوي على مين؟ على الوحدات في حاله الاس او بي، او الاصفار في حاله البي او اس. واضح؟ اتوقع انه الاجابه هيك واضحه للسؤال هذا. السؤال الثاني، طبعا طالب بيقول لما نحول من اس او بي لستاندرد اس او بي، لاحظ طبعا هذا مبين انه هنا سؤال، هل هاي الاكس بار كيف بنضربها؟ وكان قصه الواي والزد والدبليو نضربهم مرة واحدة. نوضح النقطة هاي، طبعا هذا من ضمن الأمثلة اللي بوضحنا انه هنستخدم قوانين من الجبرة، بس حنبين هتكون ايش يعني ثقيلة. يعني خلينا نحل هنا بس بشكل سريع، اولا احنا عندنا الاكس، انا لاحظ هنضيف لها من الاكس بار واي زد واي بار مضروبة في زد 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 بار مضروبة في دبليو زد دبليو بار، هدول عشان نكمل كل الفيريبل. لما بنحول لستاندرد اس او بي، والستاندرد اس او بي لازم يكون عندنا كل الفاريبل موجودين في كل الترم. طيب فبالتالي احنا بنستخدم النظام اللي هنا زي هيك. الحين الواي زد بار ايش نقصها؟ نقصها اكس ودبليو، فحنضربها في اكس زائد اكس بار والدبليو زائد دبليو. الدبليو زد نقصها الاكس والواي، كلام اعتقد انه واضح. وهنا اخر شيء نقصها اللي هي الدبليو، فحنضربها في الدبليو زائد دبليو بار. الان نيجي هنا بالاول عشان ما يصيرش خط، بضرب الدبليو بار في الواي والدبليو بار في الواي بار، فصفت عندنا زي هيك. هذي خليهم زي ما هم، خلينا نركز بس على هاي الحالة، احنا ملناش نخربط التانيين. لما نيجي هنا طبعا لاحظ هي صارت بالاسود، نحن نضربها في مين؟ الحين دخلناها في الزد لها، فصارت الزد طبعا حنضرب هاي لحالها لما نعملها، والزد نضربها مع التاني اللي هي الزد بار، يعني مرة نضرب الزد مع هاي زائد الزد بار مع هاي، فهتصفي عندنا زي ما انت شايف اللي هي اكس بار زد مع الزد زائد اكس بار واي زد بار زائد اكس واي بار زد بار، يعني مره بالزد مره بالزد، وكلها مضروبه في الدبليو زائد دبليو بار. فبنجيب الاول الدبليو لحالها هنا، هاي لاحظ الدبليو هاي لحالها اللي هي في الحدود هذول كلهم، بعدين الشق الثاني اللي هو بيكون مضروبين نفسهم فين؟ في الواي بار، وبدت عندنا هنا حجم المساله تكبر. فطبعا يعني هذه بالفعل هتعمل لنا خربطه. وهنلاحظ انه في بعض الترمات يعني متساويين نفس الشيء شبه بعض، فاللي شبه بعض يعني نفرض مثال هنا، لو نطلع مثلا مثال على هاي وعلى هاي، فيش واحدة زيهم هان؟ لا فيش واحدة زيهم، عشان بس نوضح الفكرة يبدو انه ما فيش واحدة زيهم. لكن مثلا لو نطلع على هاي، هذي برضو لا ابدا، في حتلاحظ هنا في بعض الترم، فبتلاقي الموضوع صعب انه يعني لو كان في متشابهات، يعني هذا نفسه وكانت هاي فرضا حنلغي واحدة فقط، انما هذا الموضوع بالفعل بياخذ وقت وجهد. ففي طريقة تانية احنا ممكن نستخدمها كالتالي، هاي نفس السؤال، فاحنا بنطلع هنا الان الاكس بار هاي ناقصها كم من حد، والترتيب هنا كتير مهم. يعني لاحظ هنا يعني بدين باكس، بعدين بيجي فيها واي، بعدين وراها الدبليو، بعدين الزد، بعدين الدبليو. هذا الترتيب مهم لانه هذا عشان ما يعملش معنا خربطه بعدين، بالذات لما نعمل احنا هين مابينج على التروث تيبل تاعتنا. فالان هذا الاكس انا نقصها، لاحظ الثلاثه مكملات وراها بيجوا، الواي والزد في قبل واحده تاعت الاكس، والدبليو اللي هي وراها، الزد دبليو قبلها الاكس والواي، يعني تنتين قدامها، واكس واي زد اخر واحده اللي هي تاعت الدبليو، صح؟ فنيجي مثلا على هاي، طلع كيف حنعمل احنا بالاول هان يعني هدول ثلاث خانات، حبدا بثلاث اصفار، بعدين 001، بعدين 010، بعدين 011، بعدين 100، بعدين 101، بعدين 110، 11، وهي كل الخيارات لو كانوا ثلاث قيم احنا ناقصين عندنا. الان انا لاحظ شو بعمل فيهم، وهذا نفس الشيء حيكون هذا 0
وهذا زيرو، طبعا هذا ثابت، بعدين زيرو وهذا واحد، بعدين واحد هذا زيرو، بعدين واحد واحد، كل الخيارات هل نفس الشيء طلع كيف حيصير معنا؟ زيرو زيرو هذا زد دبليو ثابتة، وبعدين زيرو واحد، وبعدين واحد زيرو، وبعدين واحد واحد. حنا طبعا فيش عندنا غير خيارين فقط، هذا مرة صفر ومرة واحد. إذا طبعا ممكن نعمل كلام المابينج هذا لإيش؟ لفاريبل. يعني مثال تعال طلع حينها. أول شق أنا إكس بار، فممكن إكس بار هذا حتصير واي بار زد بار دبليو بار باعتبارهم أصفار. اللي وراها حتساوي؟ اللي وراها حتكون إكس بار لأنه إكس بار ثابتة، واي بار زد بار دبليو زي ما أنت شايف، اللي وراها إكس بار واي بار زد دبليو بار، واضح؟ اللي وراها إكس بار واي بار زد دبليو، اللي وراها إكس بار واي زد بار دبليو بار زي ما انت شايف، واضح؟ فبالتالي احنا واخر شيء طبعا هتولى كلهم وحدات، يعني فقط اكس بار وكلهم هيكونوا واي زد دبليو زي ما انت شايف، لكن كلهم بيبدوا باكس بار. يعني احنا هذه طريقة تانية عشان تريحنا. الان هنا هعمل نفس الشيء، بدل احنا شايف النظام اللي هان، وقارن انت بين لو اخذنا هاي لحالة زي ما عملنا هان، وتعال تطلع هتلاقيهم بالفعل القيم اللي هان هم نفس القيم اللي هان. الان هنا اسهل لنا انه احنا نقارن مثلا ما بين قيم، يعني هذه عبارة الاكس بار عبارة عن صفر، وهذه مثلا هذه اللي هي عبارة كانت صفر، ممكن نقارن بين يعني بين ارقام. لو مسكنا هذه حنعمل نفس الشيء عندنا هنا هيك، لاحظ هذا اكس بار وهذا دبليو بار، واضح؟ اكس بار هنا دبليو، اكس دبليو بار، وهنا اكس بار. طبعا لو رسمنا زي هيك دي النظام قد يكون الموضوع هنا اسهل في المقارنات. يعني ممكن لو نيجي احنا على سبيل المثال، هاي عندنا اكس بار واي بار زد دبليو، هاي اكس بار واي بار زد دبليو، هاي فبالتالي احنا حنلغي واحده مثلا، بعدين اكس بار واي زد دبليو اللي هي اخر واحده، شايف هاي هادي وهاي هاد نفسها، ممكن نلغيهم مع، حنلغي واحده طبعا. حنطلع على اكس بار واي زد بار دبليو بار، لاحظ اللي هي ايه؟ اللي هي هاي واحده منهن اللي تحت هاي، شايفينها؟ ممكن نلغي هاي، واللي طبعا اللي منها وفوق هذا هي نفسها، اللي هي نفس اللي فوقها ممكن نلغيها. فبتوضح الصورة احنا انها للتعامل مع ايش اللي ممكن نلغيه ما نلغيهوش. طبعا هذا النظام ادق واريح، يعني ان احنا نستخدم النظام الارقام اللي زي هيك. بتمنى تكون هنا الصورة وضحت، لانه بالفعل هذا النظام اريح وبيعطيني نفس الناتج، انما عشان ما بيعملش خربطة اكتر فبالتالي بتكون النتيجة ادق. طيب السؤال اللي بعديه، السؤال الثالث، انا ما فهمتش السؤال هنا بالضبط، بس الفكره هان بانه يعني احنا لما نيجي زي نقول لك a زائد b كلها مضروبه في a زائد c كلها مضروبه في a b بار c c، توزيع الاقواس الاول والثاني تفرقش، يعني ماشي احنا دخلنا الان، يعني لاحظ الحين a مع a وبعدين a مع b وبعدين c مع a وc مع b. الان دير بالك احنا هنا عشان ما نخربطش، يعني كان الصح ما نقولش بي اي نعملها نقلبها اي بي لانهم ما بتاثروش. يعني لو قلنا اي ما هي نفسها اي بي بتساوي بي اي، بس هو اسهل لنا عشان ايش؟ في موضوع الاختصارات، يعني ما يصير اسهل في التداول. الان الاي اي هنا اللي طلعت معنا هي نفسها كلام سليم، وهي مع الاي سي، وبعدين هذه اللي هي البي اي المفروض تكون بي اي بس مش هتفرق، وهذا البي سي كلها مضروبة في A B بار C بار، المفروض انها تكون هذه كلها هيك، يعني محطوطها نقوص ومضروبة هيك زي ما عملنا هنا. الان واحد A زائد A C بتساوي هذه كلها بتساوي A، كلام سليم، وهي البي اي عندنا هان، وهي البي سي، وبعدين هذه كلها مضروبة في مين؟ اللي هي اللي هنا A B بار C بار. طيب احنا كان ممكن برضو نوفي، يعني لانه هنا A شوف كيف عادها، شايف هنا الخربطة، لو كانت من الاول معمولة هذه A B كان وضحت هنا الصورة اكتر، شايف؟ وصارت A زائد A B، وهذا برضو هتساوي واحد، هتساوي سوري A صح، وبعدين هنا هتصير عندنا A زائد B C اذا كان هيك مثلا يعني، وبعدين هذا هنضربها في مين؟ في A B بار C بار. على كل احنا السؤال هنا لكن اذا سأل السؤال هنا هل B و بي بار اي اي سي كل الحد بيروح؟ طبعا هذا كله بيروح لانه كله صفر، لانه البي في البي بار بعطيني الصفر، والصفر ضرب اي قيمه فهو صفر، احنا اتفقنا انه الاي اندد مع الصفر بعطيني الصفر، هذا كلام سليم. لكن الاور هنا نفس القيمه، يعني مش يعني اي بي بار سي زائد صفر زائد صفر، هذول كلهم بالاور باثروش، تبقى الرقم كما هو.
واضح، لكن لو في عملية الضرب اللي هو الآن طبعا كل الحد حيساوي صفر، صحيح. تعال نحل احنا السؤال بطريقتنا هنا، لربما يكون أموره اختصر أكثر أو بتغطي زوايا تانية. هذا هو السؤال نفسه، A زائد B في A زائد C، وهنا A B بار، طبعا البار بنعمله زي هيك C. الآن احنا هنضرب الحدين اللي هم في بعض، دخلنا الـ A بالأول، هاي A زائد A اللي A A سوري زائد اللي هو الـ B A، تمام. هنيجي نطلع، شوف انا شو عملت، رحت هاد لغيتها صارت واحد، وهذا عدلتها عنا عشان تصير عنا هنا اي بي. الان اي زائد اي بي بتساوي ايش في حد ذاتها؟ بتساوي اي. فاي ضرب سي ضرب الكلام هذا اللي هتعطيني مين؟ يعني اي سي اي سي اي بي بار سي. الان لاحظ معي الاي مع الاي، طبعا حنلغي اي واحدة، والسي مع السي حنخلي فقط سي واحدة، فايش صفى عنا الناتج؟ اي بي بار سي. لربما طريقة الحل يعني مبين هنا اسلس واسهل، بس انا دخلنا في، لكن في نهاية المطاف الناتج حيعطينا، لازم يعطينا ايه؟ واحد. وقد تختلف الطرق، هذا سؤال انسال، قد تختلف الطرق لكن في نهاية المطاف النتيجة لازم تكون واحدة. طيب هذا بالنسبة للسؤال الثالث. السؤال الرابع، طبعا هل قلت بالنسبة للمثال هذا هو ليش كاتب اي بي المفروض تكون بي اي؟ او احنا النقطة هذه احنا عمال حكيناها بالسلايد اللي قبل عشان ما نخربطش، اسهل لنا في عملية الاختصار. وبالسطر المكتوب بين الاقواس ليش محطوط واحد؟ طبعا الواحد هذا نسأل من اكثر من طالب هنا، انما نوضح النقطة هي. اولا ايش عمل هنا؟ هاي اي بار الاي، دخل الاي جوا، هاي اي بار بي، واضح. بعدين اي بار البي هيها، بعدين هنا هذه لحالهم ضربهم في بعض، يعني ولا ما ضربهم مش، لا بالاول حط الاي هنا اختصرها عشان يخفف حمل، صارت اي واحدة. الان اي بار الاي هذا شو بتعطيني؟ صفر، كلام سليم. والاي بار بي نزلت كما هي، كلام سليم. نيجي على هاد ضربين في بعض، ضربنا الاي في البي وكتبناها اي بي، بدناش نكتبها بي اي لان هذا عن نقطة معينة عشان ما تخربطناش، الافضل نرتب اللي هو ترتيب الاحرف. هذا اي بي، وهنا اللي هي ايه، وهي البي بار البي، هاي بي بار البي، والاي مع الاي اللي هي هايها، واخر شيء البي بار مع الاي اللي هي هايها. امحي برضو عشان احنا ما نخربطش. فلان احنا وصلنا لهذا، احنا فيش مشكلة عندنا هنا هيك، لان هذا الصفر طبعا حيروح، وهذا صارت عندنا هاي الاي بار بي نزلت كما هي، وهذا الاي بي كما هي. بعدين شو احنا عملنا هنا؟ فهو بقول احنا هنا اخذنا الصفر لايش؟ الصفر هذا عشان البي البي بار هذا، هي كلام سليم، والاي اللي هي نفسها اي واحدة كلام سليم حسب القوانين، والاي بي هذا بار نزلت كما هي، لحتى الان فيش عندنا مشكلة. طبعا هذا هتلدغى عندنا هنا هيك، شو احنا عاملين هنا؟ هذه نزلت كما هي فيش مشكلة، زائد الان ايش عمل هان؟ اخذ الحد هان والحد اللي هان والحد اللي هان، ايش عمل؟ اخذ منه واحد اللي هو الاي، اللي هو العامل المشترك الاي. لما اخذ الاي هنا شو بتصفي هاي؟ هاي بتصفي بي. ولما ناخذ اي من الاي هاد بصفي ايه؟ واحد. ولما ناخذ هنا من اي بتصفي بي بار. ودي على ذلك ارجع ادخلهم، يعني اضرب لي، حتصير عندنا اي بي زائد اي، لانه اي في واحد يعني ايه، زائد اي بي بار اللي هي نفس اللي فوق، فبالتالي هيك الواحد اجت من هان، لان لما اخذ منها عامل مشترك، لاحظ الاقواس اخذنا عامل مشترك، صار عندنا زي، لان كل الحد اللي هنا كله حيساوي مين؟ حيساوي واحد، لأنه واحد زاد أي قيمة يساوي واحد. فبالتالي عنا حتصفي هنا هيك، فهذا صارت عنا A زائد A بار B، وال A زائد A بار B بتساوي اللي هو A زائد B، وهذا حسب نرجع القوانين اللي هنا، يعني قلنا لاحظ القوانين هذولا اللي احنا خدناهم قبل هيك، طبعا هو بيستنبط هاد من وين؟ جابها من هان، صح؟ الحين هذه A، هذه نفسها A زائد A بار B، ايش بتعطيني A زائد B؟ فإذا حد تسأل هذه من وين أجت؟ القانون رقم 11، بتوقع إنه هذا اللي هو طبعا السؤال الرابع واضح، ففهمنا هنا كيف الواحد أجت؟ لأنه احنا أخذنا الـ A هنا عامل مشترك. السؤال الخامس، احنا صح احنا بناخذ معامل الـ A بار، ليش هو رحنا أخذنا A بار؟ وكمان في سؤال اللي تحته أنا حليته بكذا طريقة تمام، ليش ما بناخذ، ليش بناخد اي بار؟ ليش مثلا ما اخذنا البي بار؟ انا مش فاهم هنا السؤال، بس هو احنا بنفعش انا اجي اخد هاي اي بار سي بار، وهنا اي بار بي سي، بنفع من هذولا بس اخد اي بار. طب انا اخد بي بار على اساس؟ يعني انا هنا اخد بي بار من وين؟ لانه فيش عندي بي بار غير واحدة، لكن هنا ما فيش عندي بي بار، بنفعش اخد بي بار عامل مشترك، بنفعش.
اللي باخده عمل مشترك اللي هو بيكون نفسه متكرر في أكثر من ترم. طبعا هذا أساسا نفس من أساسيات زي الجبر العادي. يعني مثال، إحنا لو إحنا بدنا نعمل زي كان سبيل المثال في الحالة الأولى، أنا ما فهمت صراحة السؤال كويس، بس في الحالة الأولى هي نفس القيمة. إحنا أخذنا في الحالة الأولى أخذنا إيه عامل مشترك، لما أخذنا إيه عامل مشترك صفت عند هذا سي بار زائد بي سي وخلى الحد كما هو نزل. هاي طريقة. الطريقة الثانية طبعا هذه ما لهاش تكملة، هذه ما لهاش حل لأنه بتقف عند هنا فقط. الطريقة الثانية احنا مثلا في الحالة هذه أخذنا مين؟ أخذنا الترم اللي هان والترم اللي هان وسبنا هاد كما هي تنزل كما هي، يعني بيختلف عن السؤال اللي هنا. لاحظ أخذنا إيش عمل مشترك؟ السي. السي أخذنا عمل مشترك فصفت عندنا هنا A بار B زائد B بار، كلام سليم. ما طبعا هذا آخر شيء، ما فيش عندنا غيرك. طبعا احنا حولنا الأماكن، يعني حطينا البي بار زائد لعل وعسى إنها تكون تشبه اللي هو هذا، لكن ما بتشبههاش لأنها بتختلف عن بعض. الأي بار لاحظ هنا عندنا هذه لازم تكون، شوف أي زائد أي بار البي، هذا الفورم تختلف تماما عن البي بار زائد أي بار البي، بتختلف. فما حدش يقول لي إنهم زائد، يعني أي مثلا بي بار زائد اي بار، لان هلا او على الاقل انت ممكن تجرب الكلام هذا بانك ترسم تجيب له تروث تيبل لهاي وتجيب تروث تيبل اللي انت طبعا عملت له كليم او افترضت انه هو الصح وتشوف هل بيساوون بعض ولا لا. وفي سؤال طبعا نفس الفكره. فالفكره من اللي هنا انه احنا بناخذ فقط العامل المشترك، بناخذه طبعا لانه اذا كان في اكثر من حد نفس المعامل يعني نفس الشيء، طبعا اختلفت الإشارة بس بهنش بعض، فالبي بار لا تساوي البي، فبالتالي بنفعش أنا هنا أخذ مين اللي هو البي بار عامل مشترك. طيب السؤال اللي بعدي، السؤال السادس، طبعا بتقول احنا هنا قدمنا طبقنا قاعدة دي مورجان، لكن قوس الاكس بار الكل بار بار كمان مرة. المهم انت ما غيرت إشارتها حسب ما فهمت، انا استخدمت قانون 9 بالسلايد. انا ما فهمت شو السؤال، بس انا وصلنا من هاد هاي السؤال لهي. طبعا الضرب صارت جمع زي ما احنا شايفين، واخذنا الكلام هذا في المحاضرة، فصف عندنا طبعا هدول لازم الغيهم خلاص وبيلتغوا مع بعض. هو الفكرة من ديمورجن انه هو عشان انا اقدر اتحرر، فهو هنا ديمورجن بيحررني، يعني انا ما بقدر اعمل اختصارات هنا. يعني فرضا لو كان عندي مثلا اي قيم فوقيها البار بقدرش اعمل معهم، لازم افك البار اللي فوق لانه هذا اللي الاولويه. لاحظ احنا لما فكينا هنا على سبيل المثال صار عندنا في مجال شوف نغير ونبدل ونستخدم قوانين بني الجبرة. بس طالما انه احنا فكينا اللي هو ايه، لانه هذا البار بيربط القيم اللي تحت بقدرش العب فيهم، طالما انه اللي هنا القيم اللي هنا مربوطه ببار، فانا بفكه. لما افكه بالطرق زيك بعدين بنشوف، يعني احنا لاحظ هنا التنتين بار بلغم بعض، هذا من ضمن لانه الاي بار بار بتساوي الاي، وهذا قانون اخذناه في البنية الجبرة. نفس الشيء هذا الواي بار بار حتساوي نفس الواي، هذا كلام احنا اخذناه. فنعم، فاحنا هن لازم نغير اللي هو نعمل كانسل للبارات اللي احنا حاطينها، لكن انما لو عايزين نرسم الرسمه، الرسمه هتختلف لانه هذه عباره عن اللي هو النط زائد نط، يعني تنتين ورا بعض. احنا كرسمة تختلف، انك قيمة يعني كقيم يكون نفس المتساويات. طبعا لو لغيناهم هذا من ضمن جزء من الاختصارات، احنا بنقلل هنا عدد اللوجيك جيتس بس بحيث ان احنا نكون محافظين على نفس اللي هو الفانكشناليتي تاعت اللوجيك سيركت. السؤال السابع انا صراحة يعني دكتور في مثال ستاندرد اس او بي، طب بيحكي عن المثال اللي هنا في المحاضرة السادسة الجزء الثاني، هل انا بقدر من خلال التروس تيبل الموجودة في هذا المثال اجيب الستاندرد بي او اس؟ طبعا ما احنا اخذنا الكلام هذا، ما هذا من الطرق اللي احنا لما يعني لانه صعب اساسا نجيب الستاندرد بي او اس مباشرة من نورمال فورم او مباشرة من مثلا اس او بي، لازم يكون ستاندرد. بكيف احنا نلجأ لمين؟ للتروث تيبل. يعني احنا في المثال اللي هنا لو نطلع على الوحدات، هذا ترمز اي بار بي بار سي بار، هذا ترمز اي بار بي سي بار، هذا ترمز اللي هو نطلع على الوحدات، هذه الوحدات اللي بتجيب لنا مين؟ ايهم احنا كاتبين هنا اللي بتجيب لنا الاس او بي. لو هنجيب زين نجيب البي او اس ستاندرد بي او اس اللي احنا بنستخدم طبعا التروث تيبل، طبعا هو مكتوب الكلام هذا هيو اللي هو بالفعل هاي اي بي سي، طبعا سوري بحكي عن هذا اللي هي طبعا اللي هو بيكون قيمهم مين؟ اصفار. انتش الكلام هذا، ف A زائد B زائد C بار، وبعدين الثانية هان اللي هي A زائد B بار زائد C بار، طبعا هاي كاتبينه هان. فالإجابة اللي هان سليمة، لكن هي بتقول هان لكن هذا بيختلف عن ناتج التروث تيبل الموجود
في الستاندرد بي او اس في المثال اللي في الصفحتين، طبعا هو هاي اللي في الصفحتين يعني هيك منزلنا اياه. فشو سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف انه اساسا هل هم نفس القيم؟ هم مش تروس تيبل، بيختلفون عن بعض اساسا. يعني احنا لاحظ هنا، هنا مستخدمين هذه كانت هذا واحد واحد، شوف كم من واحد عندنا، هذا بيختلف عن هذا التروس تيبل. هل انا عامل لهم، هل في عندي خلل هنا؟ وقف شوي اشوف. لا، هذا مثال يختلف عن المثال اللي هنا اساسا. انا هان معطيك النظام اللي هنا هيك وقايل لك ارسم لي التروس تيبل تاعته. فاحنا هنساوي كل الكلام هذا بصفر، وحصير هذول التيرم اللي هم ملاحظ يعني اللي هم صفر صفر واحد هيساوي هنا صفر، هم هاي اول واحد وهي الثاني وهي، فهذا التروس تيبل تختلف عن هاي، ملهاش دعوه، ملهاش سؤال، هذا كله بيختلف عن الثاني. فبالتالي الاجابه لو احنا عايزين نجيب ستاندرد بي او اس فورم لهاي، الاجابه هذه سليمه 100%، فيش عندنا مشكله. لكن احنا مثلا هذا عندنا هذول مين البي او اس، لو نجيب ستاندرد الاس او بي، لو نجيب بنطلع على وين، على الوحدات زي ما عملنا هنا، وحيطلع عندنا ايه طبعا بيختلفوا عن اللي هان. فهذا سؤال وهذا سؤال، ما لهمش دعوه، بيختلفين عن بعض. طيب السؤال اللي وراه، السؤال الثامن، الان لما بنحول احنا من النورمال الى الستاندرد اس او بي، لو حرف من الحروف التغى كليا، مثلا لو اجى زي السي والسي بار، طبعا انا السؤال على فكره مهم هنا، يعني مثال احنا هم بالاول عاملين مينيمايزيشن، يعني دخلنا اللي هو هاي اي بي بي، دخلنا البي هنا وبعدين حطينا البي مع السي وبعدين حطينا اي بي سي بار دي زائد اللي هو سي سي بار دي. طبعا هاي لما طبعا نزلت كما هي، وهذا حطيناها هان، وهي السي بي والاي بي بي، يعني اختصرناها لاي بي لحالها، طبعا هذا حتساوي صفر تمام. وحنطلع هنا في عنا هاي اي بي زائد سي بي زائد اي بي سي بار دي. لو نجي نطلع هان ايش صار معنا هنا، اخذنا هنا هادي اي بي زائد بي سي. طب انت هنا صفرت هادي على اي اساس؟ انا في سؤال هنا، هذه النقطه مش واضحه، على اي اساس انت هنا مثلا عملنا هذا او اعتبرت هذا، خلينا نحط البوينتر لهاد، هنا صفرت على اي اساس؟ يعني وين الخلل هنا؟ اعتبرت ايش؟ شو اخذت منها مثلا؟ لو جيت قلت لي نعم، هو هنا ايش عمل بس هو ما وضحش لربما هنا، واخذ الاي بي عامل مشترك، هاي الاي بي عامل مشترك، لما اخذ الاي بي عامل مشترك صارت اي بي، نفتح القوس بعدين عندنا هنا واحد زائد واحد زائد سي بار دي، طبعا حتساوي واحد، واللي هي يعني حتساوي نفسها مين اللي هو الاي بي. فهنا لاحظ لما صف عندنا هنا هيك التغى عندنا، بطل يبين عندنا الدي. فبقولنا احنا لو عايزين نحول الى ستاندرد اس او بي، هل حنتعامل احنا اي بي وسي يعني ثلاث متغيرات؟ لا، لانه السؤال بالاول قال لي انه الدي موجوده، فهو لما عامل هنا هيك لاحظ هاي بي سي حاط الاي والدي بار، هذا الحل سليم 100% هيك الصح. طبعا بنفعش انك طبعا تلغي مين الدي، بنفعش تلغي، لان انا من الاول قايل لك انه ايش بالاول زي، لكن نفرض انه هذا ما كانش موجود وانا جبت لك السؤال هذا لحاله، لاحظوا هذا ما كانش موجود، انا مش معطيك زي هيك، قايل لك اي بي زائد بي سي على سبيل المثال. الان هذا هات الستاندرد اس او بي، انت هنا بتحطش الدي لانه ما فيش دي، بس انما في الاول كان مبين انه في عندنا فيريبل موجود هو تم اختصاره، وان طبعا من ضمن الاختصارات لكن يبقى الدي موجود، هو شيء اساسي، وانت تبني على هواه برضه التروث تيبل نفس الشيء. لكن حتلاحظ هنا انه الدي هنا مش حيكون لي تأثير على السيركت، يعني مش حيكون لي تأثير على الاوتبوت تاع السيركت، يعني كان الدي صفر ولا كان دي واحد مش راح يأثر في الاوتبوت، وهذا من ضمن الانماط حنشوفها لقدام. انما سؤال جميل يعني النقطة هذه للتوضيح، لانه عشان ما تعملش لابس للطلاب. السؤال التاسع، طبعا ليش احنا هنا على بناء على شو حكيت انه اي سي بار بي مش مرتب، ورتبناها اي بي سي بار؟ هذه نقطة مهمة اساسا، لانه لو عملناش زي هيك طبعا بيصير خربطة عنا. نوضح الجزئية هاي، طبعا هو المثال اللي انا هنا عمال كتبته من هنا، هاي اي سي بار زائد بي اي مضروبة كلها في اي سي بار، انا من هنا هاي اخذته زي هيك وكتبناه هنا. طبعا هنعمل الاختصارات كيف؟ حنجي نقول هنا، لان انا قاعد بشتغل غلط عشان افهمك الفرق بين الاثنين، اشتغلت غلط بانه شو عملت؟ طبعا دخلنا الاي سي بار على هاي اي سي بار، اي سي بار زائد عندنا هنا اللي هي بي اي،
وخليتها زي ما هي بي اي اي سي بار. طيب طبعا هذا حتلتغي لانه هاي تنتين مكررات تكفينا واحدة زائد، وهنا الاي تنتين لغينا واحدة منهم فصفت، فصارت عندي بي اي سي بار. لان لو انا عايز لو احنا مثلا هان شو احنا حطينا هان شو عاملين هان لو عايزين نحولها لستاندرد اس او بي طبعا حنضيف قيمه البي والبي بار، فش حتصفي ان هنا اي سي بار بي زائد اي سي بار بي بار ضفناه هنا، وهذا اخر شيء بي اي سي بار. لو انا بدي اعمل الجروبنج احولهم لباينري حتعمل ان هذا واحد وهذا الصفر وهذا واحد، ودير بالك هذا مشكله، وعندنا هنا واحد صفر صفر وهنا حنتعمل واحد صفر واحد. طيب فعايزين نرسم الان، او لاحظ هنا شوف المشكله وين الان، هذا هي التروث تيبل تاعتها، يعني وين عندنا هاي واحد صفر واحد هايها هنحط عقبالها واحد، وبعدين واحد صفر صفر هاي وهنحط عقبالها واحد، وبعدين واحد واحد صفر هنحط عقبالها واحد، هاي التروث تيبل تاعتها. لكن لو احنا حلينا صح ورتبنا صح، لاحظ الان هنحل صح، فجينا هنا هاي اي سي بار نفسها و هنكملنا احنا من هان. طبعا لاحظ احنا يعني تجاوزنا الخطوه الاولى والثانيه، فهنا انا شو عملت؟ انا هنا رحت عدلتهم اي بي سي بار وهذا هو الصح، وطبعا حنضرب في هذا اللي هي البي زائد بي بار، بس لما ضربتهم زي ما انت شايف نفس الشيء عملنا، بس هنا رتبناهم صارت هذه اي بي سي بار. طبعا وهذا في قانون الرياضيات فيش مشكله، هو الاي بي سي بار هي نفسها اي سي بار بي، بس عشان احنا ما نخربطش لما نحول هذول الى باينري ريبريزنتيشن ونعبيهم في اللي هو التروث تيبل. بعدين هنا احنا عملنا نفس الشيء، هاي اي بي بار سي بار وهنا اي بي سي بار. الان القيمه هتطلع معنا الحين 1 1 0 وهنا 1 0 0 وهذا 1 1 0. طبعا هذا ما حد هتلتغي، بس حيبين معنا انهم حيشيلوا نفس المكان، فعندنا اللي فقط هاي 1 0 0 اللي حتشيل لواحد، وهنا عندنا اللي 1 1 0 لواحد. اختلفت كليا التروث تيبل عهد عن هاي. طبعا وين المشكله؟ طبعا هذا هو الصح وهذا هو الخطا، فضروري جدا هنا ان النقطة تكون واضحة هنا انه لابد من ترتيب اللي هو الاحرف اللي انت ماشي عليه عشان ما تخربطش انت هنا. واضح الكلام هذا؟ واضيف طبعا هنا خلينا بس امهد واضح كمان نقطة بزيادة، انت لما جيت قلت هنا الان الحين الاي هنا هذا الاي واحد والسي صفر، يعني اي واحد والسي صفر، تعال لها سي صفر والبي واحد، يعني المفروض تكون اللي هي ايه؟ المفروض تكون هاد صح، لكن هذا الكلام 101 مش هي 110 للعلم يعني، فبالتالي هذه ايش احنا ده الكلام هذا ننتبه له والا بصير عندنا ايه خربطه. السؤال العاشر طبعا طالب بيقول ان السؤال الثاني البند الثالث في 6 رموز، بالفعل هو طبعا حيكون طبعا كبير، لكن احنا هنا حنستخدم موضوع اللي هو ايش اللي هو الفراغات زي يكون عبي، يعني انا عندي اي بي سي دي اي اف عندنا 5 خانات، حبدا هان 000 الى اخره. طبعا اشغل انت بالرموز اللي هو بال 001 لما تصل لواحد واحد ايش خصص عندك، وحيروح اختصارات كتير ما بينهم، بس من مبدا التمرين يعني الحكايه مش موضوع تعقيد، انما هذا سؤال كان في تكست بوك انا جايبه يعني مش انه هذا، وبالفعل هياخد وقت كتير، بس انت هنا حتبين انه لما نستخدم النظام اللي هو لما نعمل مثلا عندنا 5 خانات عندنا بعد فقط للاي لحاله يبدا من صفر، يعني اي ثابته هنا بعدين من 00000 لحديت امشي لما تصل لواحد واحد واحد واحد، طبعا هذه ايه اللي هي مين الاي اللي عندنا القيم اللي هنا، وبعدين تعمل نفس الشيء ايش اللي بيخص عندها وايش اللي بيخص بعد. طبعا اذا طبعا في الاول لازم تعمل عملية الضرب اللي هنا عشان ايش بيصير عندك هنا طريقة الحل، انما بس نفس الفكرة مش هنستخدم الرموز مباشرة هيصير معقد صعب، انما الارقام اللي زيك حتسهل يعني كلام. هذا احنا طبعا لمسناه مع بعض في حل السؤال الثاني اعتقد. طيب السؤال اللي بعديه نمحي هنا، السؤال اللي بعديه الطالب بيسأل هل هاد وهاد يعني بيساوون بعض؟ اول شيء احنا ما فيش قانون عندنا بيحكي الكلام هذا، بس انت عشان تحل صح تعال انت ارسم الرسمه تاعت هاي رسمناها، والرسم اللي هاي هذا هي هذا هي اللوجيك سيركت تاعتها، وش تعمل؟ هات التروث تيبل لهاي وهات التروث تيبل لهاي. طبعا احنا اول شيء ايش مبين من اساسا انه هذا عباره عن تو فيريبل، يعني مدخلات البي واليو هات ثلاثه فيريبل، فحتكون عندنا تروث تيبل بيختلف عن بعض، فبالتالي انت هلا لما طيرت الاي بار على اي اساس؟ فبالتالي انا لا اعتقد بدات ان يساوون بعض، انما بس موضوع لو انت عايز تسال بعد هيك لاي يعني عايز تسال بين
بوليان اكسبريشن مع بوليان اكسبريشن هل بيساوون بعض ولا لا؟ عشان تريح حالك يعني، اذا طبعا وقفت او استنفذت كل البوليان الجبر رولز والقوانين تاعته، طبعا ممكن تتاكد من الكلام هذا بانك ترسم ايه اللي هو اللوجيك سيركت تاعته وتجيب له تروث تيبل تاعت التنتين وتشوف هل هم بيساوون بعض ولا لا. بس طبعا هم لازم يكونوا يساوون ايش نفس المدخلات، بس في الحال عندنا هنا ايش الاي بار مش كيف راحت على اساس مش واضحه النقطه هاي، لانه طبعا المفروض ان يكون لها تاثير في الانبوت. دائما انت كل نحاول وشوف شو التروث تيبل شو بيطلع معك. طيب الطالب سؤال نزلنا الاجابه النهائيه للسؤال الاول، طبعا السؤال الاول اكثر من شق له، طبعا النمط الاسئله زي هيك انا ما برغبهاش، يعني المفروض انك انت لما تيجي تسال سؤال انت هات السؤال اللي انت حاولت فيه ونشوف وين وقفت عنده، يعني انت ايش حلل فيه، انت فاهم كيف؟ لا انا عايزك انت تجيب الحل تاعك ونزله على المجموعه وانا هنا بعرضه وبقول الحل خطا ولا صح وليش صح وليش خطا، مش انا اللي حل طبعا، انما انا حتجاوز بالكلام هذا مبدئيا. هي مثلا بنقي اخر سؤال من هذول، كيف حنعمل اللي هو عمليه مينيمايزيشن، اعتقد كان السؤال المطلوب، فانه هو طالب هنا طبعا حندخل القيم هاي بي سي دي حندخلها مع البي سي زائد دي بار، يبقى بالاول احنا ندخل اللي هو ايش ما بين الاقواس اللي هنا بعدين نشتغل من برا. فاحنا قمنا دخلنا الدي بار هنا الدي بار سي دي هاي دخلناها ودخلنا الدي بار بي دي هذا هي، طبعا زي ما هو نفس الشيء بي سي هنا ما تغيرش وكل هالكم اللي هان مضروب في البي سي دي اللي هي هان ما فيش اي تغيير، المساله كتير سهله، لان طبعا الدي بار مع الدي هذا بتعطيني صفر والدي بار مع الدي برضه بعطيني الصفر، وطبعا لما اجمعهم كلهم هذول حيروحوا مع بعض، فايش بصفي عندنا اللي هي بي سي دي مع البي سي، طبعا ما دام بلاحظ هنا السي والسي تكررت فبتصفي عندنا سي واحدة، والبي مع البي تكررت نفسها فبالتالي بتصفي عندنا بي واحدة، فبالتالي النهاية عندنا اللي هو بي سي دي. فاختصرنا احنا كل الموضوع اللي هان لبي سي دي، يعني هذا هو من ضمن هاي حل السؤال الشق التاسع. انما انا عايز اوريك انه هي الطريقه زي هيك، يعني بنستخدم احنا قوانين بولين الجبر عشان نعمل عمليه المينيمايزيشن. ملاحظ هنا احنا شوف قديش في عندنا مدخلات، ممكن تشوف قديش في عندنا بوابات منطقيه، يعني عندنا اند وكمان اند وهذه كمان اند وهي تحدي وهي اور وهي نط وهي اند وهي هي اند انا واور واند، لكن كلهم في الاخر طلعوا ايه عبارة عن تنتين اند وخلص وبيغني يعني، فبالتالي احنا هنا مبين بالفعل احنا هنا صار مينيمايزيشن كويس، يعني هذا هو الهدف من اللي هو السؤال الاول. اخر سؤال اعتقد او قبل الاخير السؤال هنا التروث تيبل للبي يو اس والاس او بي لنفس الترم بيكون نفس الشيء، هل هذا صحيح؟ انا سؤال ما فهمتوش انا هنا، بس يا ريت انه الأسئلة زي هيك يعني احيانا النص بيكونش واضح، يعني يعني هات انت ارسم مثلا تروث تيبل ووضح لي، بس بس انما اللي احنا ناكد عليه انه انا التروث تيبل هنا هي طبعا بقدر استنبط من التروث تيبل الوحده اللي هو الستاندرد بي او اس والستاندرد اس او بي، طبعا انا حجيب الستاندرد بي او اس من وين؟ من اللي هم الاصفار، يعني اللي هو بكون الاوتبوت تاعتهم اصفار، وبنطلع احنا الستاندرد اس او بي من الاوتبوت تاعتهم وحدات، والاوتبوت تاع التروس اي تروس تيبل ما هو يا صفر يا واحد ما فيش غير هيك، فبالتالي التروس تيبل طبعا حيكون ليها بي او اس وحيكون ليها اللي هو طبعا ستاندرد بي او اس وستاندرد اس او بي. بعرفش هل هذا اجاب على السؤال اللي هن، انما انا هذا اللي فهمته من السؤال هذا، اذا كان طبعا الموضوع لسه مش واضح وليست هذه هي الاجابه المطلوبه للسؤال هذا فارجو ان احنا نوضح السؤال اكثر من هيك. يعني السؤال الاخير نعم طالب بتسال، وهذا طبعا احنا ليش احنا مش حاطين في المربع حان صفر، طبعا هذا خلل من عندي المفروض حطيت هذا سقط سهوا، فانت المفروض تحطوا صفر هنا زي هيك، وما دام حطينا صفر هنا هيك طبعا حتكبر عندي الموضوع لان حيصير عندي هنا جروبينج ايه لاربعه هيك وحيزيد عندنا عدد التيرم، فطبعا انا نسيته لان سقط سهوا، انما هذه ملاحظه مهمه، طبعا هذا اللي كان بيحضر المحاضره ينتبه للنقطه هاي. أعتقد أن احنا هيك وصلنا لنهاية اللقاء سؤال وجواب، أتمنى تكون الأسئلة إجاباتها واضحة، نراكم إن شاء الله اللقاء القادم، يعطيكم ألف عافية.